طيب نروح بقى كمان لحاجة مهمة جدا النهاردة يا أحمد. النهاردة الساعة 7 كمان شوية كل الأنظار هتكون بتتجه لمدينة زيورخ السويسرية علشان يتابعوا طبعا فعاليات قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022. المنتخبات الأوروبية الـ55 بتترقب ملامح الطريق اللي هيحسم مقاعد القارة العجوز طبعا في البطولة دي، وعلى عكس المعتاد القرعة المرة دي هتكون حدث افتراضي، يعني هتجرى من خلال مشاركة مسؤولي المنتخبات الـ55 المشاركة في التصفيات عن بعد وعن طريق الإنترنت في ظل طبعا الإجراءات المشددة المتبعة للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا. هيتم توزيع المنتخبات الـ55 المشاركة بالتصفيات دي على 6 مستويات مختلفة، وده بناء على موقعها في التصنيف العالمي طبعا الصادر عن الفيفا في نوفمبر اللي فات. وكل المستويات دي ضمت طبعا 10 منتخبات، وطبعا ضم المستوى السادس 5 منتخبات فقط. وجت المستويات خليني اقولها لحضراتكم كالتالي: المستوى الاول هيكون معانا طبعا الجدول على الشاشه، المستوى الاول في بلجيكا وفرنسا وانجلترا والبرتغال واسبانيا وايطاليا وكرواتيا والدنمارك والمانيا وهولندا. المستوى الثاني هيكون في سويسرا وويلز وبولندا والسويد والنمسا واوكرانيا وصربيا وتركيا وسلوفاكيا ورومانيا وبعد كده المستوى الثالث. المستوى الثالث روسيا والمجر وايرلندا وجمهوريه التشيك والنرويج وايرلندا الشماليه وايسلندا واسكتلندا واليونان وفنلندا. اعتقد المستوى الرابع بقى ندخل فيه البوسنه والهرسك، عندنا سلوفينيا، عندنا مونتينيجرو، عندنا مقدونيا الشماليه، البانيا، بلغاريا، الكيان الصهيوني، بيلاروس او بيلاروسيا، جورجيا، لوكسمبورغ، وبعد كده المستوى الخامس أرمينيا، قبرص، جزر فارو، أذربيجان وإستونيا وكوسوفو وكازاخستان وليتوانيا ولاتفيا وأندورا. أما المستوى السادس فبيضم مالطا ومولدوفا وليشنشتاين وجبل طارق وسان مارينو، وكل المنتخبات الـ55 دي هتتصارع على 13 مقعد في المونديال. في المونديال طبعا المونديال ده بيقام للمره الاولى في العالم العربي منطقة الشرق الاوسط طبعا، والتصفيات دي من المقرر ان هي تشهد 259 مباراه على مدار عام كامل ما بين طبعا 24 مارس لحد 29 مارس من 2021 ل 2022.